جانها الصاروخ بين المغرب والعشاء، قطعها الولاد والحمد لله. ضربنا صاروخ ايراني بين المغرب والعشاء حتى مكتوب عليه حسن نصر الله، وراح لي واحد من الولاد انشقت بطنه وشق شدانه، هو هذا مهدي مقطعات رجليانه وبدوا عمليه ورجليه بدوا يعني، وهذا بدوا ايدي صناعيه ويريد ذكيه وبطنه مشقوقه من هي. نزحنا يعني حالة حرب ونزحنا يعني، طلعنا يا من طلعنا يا نطلع يا ما نطلع، الغذائف من فوقنا وضرب من فوقنا والطيارات تحور فوقنا، وحالتنا يعني رشيشة تحت الصفر، وغادي تعشون وغادي ما يتعش، الحمد لله رب العالمين.